لا تامن أقدره تاره يعني بك ويفرحك تاره مهما وفى وقتك لا تامن أقدره تاره يعني بك ويفرحك تاره ودوره دوره نبشارة والناس تتفاوت والنفس أمارة دوارة دوارة يا دنيا دوارة فيك شكاياتي حتى من بشارة منهو ترك ناسا ما نقبل عذارة ولو حتى عن اخباره ودواره دواره يا دنيا دواره فيك شكاياتي حتى من مشاره لا ليقول عافوني لا يكشف اسراره واللي ترك داره بيقل مقداره دواره كسريتنا يا رجال كسريتنا يا سلطاني بارك الله فيك هناك سالفتك انت متروع خالي متروع برقد عندك اليوم في البيت شو ترقد عندي في فندق هذا اللي انت ترقد خواتك يجون شو السالفه خالي مستوحش مستوحش بروحي في البيت تصدق عادي يا خالي لدرجه ان اخواني وخواتي يترغون لي في البيت اصدي هني اشوف سهيل اطالع هناك اشوف سميه شويه غط اطالع سوسن الناس اللي من فوق الدري خالي اروح اتهيس لطوف اتهيس الادران ما الاقي حد وي وسواس وسواس هذا وسواس وسواس اذكر الله اذكر الله انت لا اله شو ارقد هنا وارقد هنا واتهيس لطوف وشوف ايش اسوي انت يعني اليوم شوف خالي شوف ايدي شوف شوف الان شو تحس انت ما احس هاي ايدك الاوليه ها وحده انتفض وحده انتفض ها متزوقه هاي زاقه عليك الدنيا خالي بيت عود بيت عود انا روحي ومشتاق لاخواني، اخواني ما حد عندي. شو رايك انت تجسمه وتأجر نصه وانت تجلس في النص؟ ما يستوي بعد. خالي. ها. الحين بترقدني عندك في البيت ولا لا؟ شوف انا ما برقدك عاد وايد. يعني الحين اقول لك يوم ولا يومين ما بستحملكم انا الا انت تسوي وتي وهو يسيرون وهم يسيرون ويون حتى ما نعرف شو نقول تخادينا في الرمسه، عود بالله صل على النبي صل على النبي. اللهم صل وسلم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليك يا سيدي انت من قمت تحط العقال تروح بدون قطرة هذا ياكل الوسواس نزلنا سمية بقولك على سر سر يعني قبل ما تقوله لي كان سر وبعد ما قلتيه لي مبقاش سر لازم تفلسفين سمعي سمية صراحة يعني يوم كنا هناك في البيت العور كان وضعنا وايد أحسن كنا نضحك ونسولف كان الكل موجود
صدق يعني كنا ننظف ونطبخ ونغسل ليل ونهار ونتعب، بس يعني جامعتنا كانت وايد حلوة، الحين أحس ملل يعني ما ري. صادقة وكلامك عين العقل، ولكن هذه هي الدنيا، تعطيك وتأخذ منك، واحد يقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله، بس صراحة الشقة ينن نفس اللي أنا كنت أبي، صدق حلوة. يلا خالي أنا مروح. إلسي يا ريال، سلس شو وديك الحين؟ يصير البيت خالي، حشرون هالبط اللي عندك هني في البيت، يصير برتاح هناك الحمد لله رب العالمين. ترى البطة يوم تبغي تبيض تسوي كذا حشرة، الحين تحسن عن أول شوي. كنا نبي نبيض عندك عين. والله خالي الحمد لله أحس نفسيتي الحمد لله رب العالمين هدت. بس يا خالي لا تقول بس، اسمع أقول لك، خذ نصيحة خالك، اسمع، البيت بدون خواتك ترى ما يسوى شيء. إي والله يا خالي، خصوصا ميثة، البيت بدونها يا خالي موحش. منو هاي؟ ميثة. يلا خالي مع السلامة. بعدين لس بقول لك، أقول لك اسمع، يوم بسير البيت لا تطفي الليتات. ليش؟ بتتكربع بتطيح مرة ثانية وبتتكسر وبتبلينا نحن. لس لس وش عندك يا خالي؟ يلا روح. يلا خالي مع السلامة. حياك الله. حياك الله مع السلامة. خليك مع البط. حياك الله. حياك يا سلطان. حبيبتي يا أم ياسر وحشتيني والله، حي الله من يالنا، يا مرحبا ملايين ولا يسدن. حبيبتي ما شاء الله ما شاء الله، فيلا غزال اصلع نبي والذهب، اري نشوف، تبارك الله تبارك الله، اصلع نبي يا ربي يا ربي يا ربي، ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطينا يا ربي مثل ما عطاك. الله يكرمك يا حبيبتي، والله ليكي وحشة، بس أنا أول ما وحشتيني اتصلت بيكي وبعتلك العنوان وقلتلك تعالي عشان أشوفك. حبيبتي حتى أنا مشتاقة لك بزاف بزاف، ولكن مقلقة منك. وتقلقي مني ليه يا حبيبتي؟ ما أنا قلتلك أول ما وحشتيني قلتلك تعالي عشان أشوفك، بس الأيام اللي فاتت دي كنت مشغولة شوية، يعني ما كنتش فاضية خالص أقابل أي حد. هحكي لك. بموت حر. قلت لك خلنا نطفي السيارة، قلتي لا الجو زوين خلنا نطر هني. خلينا نعيط له نشوفه فينه. مش تعيطين له، يمكن مقفل تليفونه بعد البخيل. لتشة تعطل علينا. واي بموت. تقوم عني شوي خليني هوا. هلا يا هلا. تصدق تونا قاعدين تحكي عنك بالخير. فيكم الخير والله. شخبارك وحشنا. الله يخليك الله يسلمك. شخبارك انت؟ والله الحمد لله بخير، اسال عنك. سميه شخبارك؟ تمام طيبه ان شاء الله. صابه الحمد لله. كم صار لكم تتريون هني؟ هذه غير واحد نص ساعه يعني ماشي بزاف. ياك كذابه، صارنا ساعه. وعيل وين سوسن ما يبتوها وياكم؟ تسأل عن سوسن ولا ميثة؟ أسأل عليهم من غلاهم ولا علي ما يقولون، ما شوف لي حد شراهم غالي معي وأقول مظنون. جلسة وناسة هادي ولا شنو؟ عائلة الفنانين. ماشي يقول لي ما بانش لي قيصر، فينا هو؟ والله قيصر الله وفقه واشتغل مع أخوي سهيل، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله وفر علي. هل يبي عندي لكم رأي. شنو؟ إيش رأيكم أدخلكم في المكيف وعلا تقولون بعد عني أنا بخيل، وبسير بسوي لكم طال عمرك شو اسمها الاكله هاي اللي نسويها من زمان؟ الجيمات. صدق بتسوي الجيمات؟ ايوه، بس في مشكله. شنو؟ ما عندي دبس ولا عندي عسل، شو الحل؟ لقيتها، بس اقول لكم ماي وشكر بنحطيه فوق الجيمات. يلا قوموا الاشياء. يلا. صراحه قصه ولا في الخيال. يعني افهم من كده ان انت عذرتيني. طبعا غادي نعذرك، حيت انت صاحبتي وعزيزه عليا، ودعشت انا وياك سنين الفقر في البارتما
نسيتي سنين الفقر؟ آه بصراحة أنا بنسى أيام الفقر لأنها أيام بعد عنك سودة. وجيت نقول لك غادي نمشي للمغرب نشوف الأهل، ولا بغيتي نجيب لك شي حاجة مرحبا. استني بقى استني، عشان أنا فعلا عايزاكي تجيبيلي شوية حاجات معاكي. عايزاكي تجيبيلي كده قد 20-30، قولي 200 قفطان. أويلي بزاف، وانتي أصلا ما كتلبسيش القفطان. آه ما أنا مش هلبسهم، أنا هرصصهم كده قدامي في الدولاب، عندي فلوس كتير بقى وعايزة أصرفها. بقى الله يا عبلة، صدر بوذ ما تيبغيش الإسراف، حافظي على النعمة اللي عطاك، عوني المساكين، عوني المحتاجين، دير الخير. تعرف شو اللي يعجبني فيك أخويا فيصل؟ شو يعجبك فيني أختي؟ إنك مغامر ومخك اقتصادي. صدقت أختي، أنا مغامر. يوم كنت صغير كان يسموني فيصل مغامرات، وأكبر مغامرة زواجي من سوسو. لك تسلم يا حبيب قلبه لسوسو، على فكرة أنا غامرت وقت تزوجتك يا فيصل مغامرات. تعجبيني، اسمعوا مني هالبيت. سمعني يا فيصل زمانك. يفوز باللذات كل مغامر، ويموت بالحسرات كل متردد. يعني أخوي اللي يبغى شيء يغامر عشانه؟ لا، مالك حاجة في المغامرة، أنا أعرف قصتك. أنا زعلانة منك وما بكلمك مولية إلا لما تلبي لي طلبي. شحال زي ما الدبوزس هالطول ذراع، شو الطلب هذا؟ تبغين مواعين، تبغين جدور، تبغين هذا الطلب مال المطبخ. اسمعني يا ناصر، أنا قبل الصراحة يوم كنت أشوف شيء ما أشتريه وما أخذه أحطه في خاطري، لكن الحين لا، ما شاء الله عليك يعني عندك في البنك 2,000,000، اللهم لا حسد. ما حد بيحسدنا إلا أنت. شو هالمليونين شو تبغين يعني؟ شو بالضبط تبغين؟ شو أباك تشتري لي قطوة شيرازية. قطوة؟ هي قطوة قطوة يعني قطوة تقول نياو نياو؟ هي قطوة من هالقطا والغاليات. ما طلبتي بس يسوق السمك بيبلش 10-15 قطوة، ايش حق نشتري قطوة؟ اخ اخ انا عوشة تجيب لي هالقطا ومال شوارع؟ لا 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 انا لازم تشتري لي من هالقطا والغاليات، التجار كلهم يشترون حق حريمهم القطا وهالغاليات ويجيبوا لهم كلاب الا انت. اسمعي ابوي، هالقطوة اللي فيها شعر ما بزين بنت الحلال، هذا شو اسم الشعر كله يطيح في الاكل، وبعدين تبغي لها دختر خاص وتبغي لها اكل خاص. الكلب ما نقدر نجيب الكلب لان الملائكه ما تحوف البيت مثل ما يقولون. مش قطوه هذه تاكل ماسو، تاكل غراغين، تاكل صمصارين، تاكل يعني خفيفه كلها وحليله. ما يخصني ما يخصني ما يخصني، خلاص ما برمسك موليه ولا بسوي اي شيء في البيت. زين كم قيمتها هذه القطوه؟ يعني مو بغاليات، تقريبا يعني ب 10,000 20,000 يعني. 50 قطوة ب20,000 يعني؟ لا القطوة الوحدة. القطوة الوحدة ب10,000 و20,000؟ تخبلت انتي؟ انتي المهر مالش ب18,000 عقب قوة بعد يزيدون، وهاي يزيد سوى 18 ولا 15. الله يسامحك يا ناصر، خلاص ما برضى عليك، بتم زعلانة مولي ولا بسوي شيء في البيت. قطوة يا قطتي قطتي انسي. ما شاء الله ما شاء الله، سياير يلقن كامل. انا اسوي ترتيب ارباب دوم ابغى الترتيب، ما وقت قصر ان شاء الله اربع. والله زين زين، اقول لك نعم ارباب. طلع تليفونك شوف، هذا مسجم مال البنك. ها المكار تقول عليه ما تعرف انجليزي ارباب ماني توكينج. شوف نعم، داومت عندي والراتب نزل اول باول، مو بنحن اللي نقصر من راتبك، مو بنحن اللي ناخر راتبك، مو بنحن اللي نحرمك من الراتب لو غلط غلطه صغيره، نحن مو بمثل ناس وناس ارباب. هذا الكلام انا ما يهب، انت في زين، ارباب سلطان في زين، بعدين هذا سلطان اخوك كبير مال انت، ما يستوي كذي كلام. بس خلاص تعتفتي. شوف المعرض هذا مسؤوليتك، تهتم بكل صغيره وكبيره فيه. انا اشغالي في الايام الجايه بتكثر، ما بكون متفيج.
البيت بعد البيت على راسك، وست البيت ست الحبايب. ست منو؟ ستة حبايب. ستة في عينك، هي اصلا ست وحدة، وين خليتهن ستة؟ زين يلا. كل ما كان شغلك واجد زين حياتك واجد زين. غلط غلط غلط. وكليش هيك عم بتصيحي؟ شو هو الغلط؟ يفوز باللذات كل مغامر، ويموت بالحسرات كل مترددي. يا حبيبي الله يعيني، واحد انجليزي والثانية ودرست لغة عربية. ما شاء الله اشوفك كاشخ ومتعدل. إيه؟ وين ساير؟ الله يسلمك، انا عندي موعد ويا واحد من التجار، متوعد ويا الحين عاد بمر عليه. قمنا نوعد التجار بعد؟ ايه عارفين ليش موعد التجار؟ ليش؟ واعد واحد اسمه محمد ذياب، هذا بيع قطاو. إيه فقلت انا بسير عنده وبجيب القطوه. زين اقول لك، تبون قطوه سوداء؟ لا ابى بيضه وبتكون عوده شويه. بنصبخها زين بابيض؟ ما با. زين تبغين عنز؟ لا قلت لك قطوة. ها عنز عندنا. زين قطوة. يلا عيال انا اخليش وكلي هذا انتي. ان شاء الله. بس لا تعطين القطوة كيك. شكرا يا ابو حصة. كلين يلا يلا. باي باي. يا هلا هلا بالنسيب، هلا فيصل. مغسي مغسي بابا جون مغسي. ما شاء الله زارتنا البركه، زارتنا البركه. ما باركت لي. مبروك اختك سوسو عطتنا هالمرشص طال عمرك. زين يلا بالبركه، تستاهل يا فيصل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ما شاء الله شو عندك يا هني البيت؟ يا يا خذ بعض الاغراض طال عمرك وسلمك المفاتيح. بس سلمني المفاتيح. هي نعم. زين فيصل. نعم. مو بناويين تقعدون عندي في البيت؟ مش امباسبل. مش امباسبل سلطان، ما نقدر خلاص. ليش مش امباسبل؟ نحن طال عمرك خضينا طال عمرك فله على البحر عند شواطئ روما. وعندنا طال عمرك فله هني بابو ظبي، ما يحتاج خلاص اني يكني. مش ذبحني. كنت عنده في الارجنتين كل يوم يبى ذبايح، روحت عنه صرت روما عند رينالدو كرانتو. كوراندو منو هذا بعد؟ وبعدين خذينا فيلا ثانية ابو ظبي، تبزلني في روما يوم الاثنين، ابو ظبي يوم الخميس. ها هذه عيادة اسنان، هذا مو بيت. زين وباقي الاغراض شو بيسوون فيها؟ اصدق فين؟ اصدق فين عن حياة ابوك وعن حياة ابو سوسو. الله يرحمك يا عم يوسف. هذا البير اللي كنتوا ناويين تسوونه عن حياة ابوي الله يرحمه. سلطان انا اخوي لا فتحت موضوع بير ولا طوي، ما لي حايف هالسوالف. مع السلامة. ألو مرحبا. أقول لك اسمعي، أنا واقف في الباركن إيه قدام الباب. لا 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 تدخلين، بندخل زفة أنا وإنتي بنسير الكوفي. إيه نعم والحديث بقية. يلا 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 يلا. नसीमा ये क्या बात है? नहीं 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 नहीं, हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता। क्या बात है मेरी जान? अरे चल चल, ये क्या बात है? मालक ये कैसर मुजरजर ली? बदाम गल्ब माल कैसर ये ची मकसूर? ली कैसा लशर? आधा हुरमा मालना, अनबोले सवी शादी, वो ज़्यादा ही हब्बी मिशानना। لكن لينا في سبا بچا قيصر خلي ولي اهتمام ما في انا شو سوي مدا ليه بقى ما فيش اهتمام؟ تلاقيك بتعاملها وحش، تلاقيك ما بتدلعهاش،
تلاقيك بتعاملها بأسوأ. بتقول لها كلام حلو؟ أيوة. بتقول لها إيه؟ أنا يقول مري جان يعني حياتي، مري دل قلبي، مري جگر جبد مالنا. طب اتصل بيها، انت دلوقتي كنت بتنرفز وعمال تزعق، اتصل بيها دلوقتي وقول لها الو مريدل مريدل. زي. ماشي زين يا ماما، هتلاقيها بتحبك على طول. يلا مريدل مريدل. زين. فين سهيل؟ يا سهيل. الو. زين يوم قبلت الدعوة وجيتي؟ صراحة أنا ما قبلت إلا لأني حسيت إن أنت ريال جاد. طبعاً ريال، بس شو عندك سالفة؟ أنا عندي سؤال مهم. قولي. أنت ما تخاف أحد يشوفك في هالمكان العام معاي؟ شو حق بعد نخاف؟ شو خلي الناس تسير وتبارك الله فيك، شو خاف شو حقه؟ لا 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 أنا برد برد. ليه زي خلينا نقعد مكان حلو والجو حلو. لا لا الجو حلو بس إن سهيل موعدنا يكون ألتقي وياه. تعرضي أنا أحب الريال اللي يحاتي مسؤوليات بيته. لازم تشوف سهيل. هي. هي هي لازم 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 شي حق سهيل. حيالله من لفانا، يا مرحبا الساعة، يا مرحبا ملايين ولا يسدن، نورتوني نورتوني. الله ينورك يا خالتي، أصلا البيت منور بوجودك. أختي إيه؟ حلوة؟ إيه ترى هاي بنتك عاد الحينة؟ طبعا طبعا بنتي، والله يوم ما شفتك دخلتي قلبي من جوه، حسيتك بنتي بالظبط. وفرحانة؟ فرحانة ان انت هتكوني من نصيب سهيل بدل الواد الفقري التاني الحريص البخيل ده اللي اسمه سلطان. حف عليك يا خالتي، بعدين ترى سلطان من لحمي ودمي وبعد ما ارضى عليه. اسم الله عليكي، اسم الله عليكي وعلى تربيتك الزين. يا زين ما ربيتي يا حبيبتي. والله شوف البنت مش طايقه ان انا اقول كلمه على اخوها. سلطان اخوكي برضو، معاكي حق. اسم الله اسم الله اسم الله. ايه اشربوا الشاي بقى. لا 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 استنى. ايه دي؟ من عقب الابشارة شن الزمان غارة، والحظ عاندهم وانكشفت اخبارة. من عقب الابشارة شن الزمان غارة، والحظ عاندهم وانكشفت اخبارة. ودوره دوره.